حطات بنفس الطريقة لعبها مرة أخرى. نشوفوا حميدة حتى تلعب في الشيال اليسرى دكارية، محاولة من جانب أنوار شيط في منطقة تجهيز الكنترول، بس هذه فرصة في الخطر خطيرة. واللي سجل الهدف هو اللاعب اللي قلت يثير الغرابة في مباراة الأولى والثانية اللي ما كانتش بشكل جيد، الثالثة لعبها في شباك الحارس رشيد كوكب. شوف هنا الكنترول بالصدر سيمون مصوفة، نستنوا لعبها ماريو ماندرو يسجل الهدف، يسجل هدف التعادل. وقلت لكم بأنه الدفاع الحسني جديا من الطبيعي.